السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أيها الأصدقاء الكرام الفضلاء، أحييكم دائما وأبدا بهذه التحية الطيبة المباركة. فيا إخواني، صراحة أنا حزين، والله والله أنا حزين ملي كتشوف شي وحدين يترصدون وعلي بالبلاء علي. فأخوتي، ديك القناة اللي كنتو تفاعلتوا معايا، القناة ديالي الثانية اللي كنتو تفاعلتوا معايا، الحمد لله يعني وصلت المبتغى، حتى وصلت أزيد من 2000 اللي زابوني. فأخوتي داوها لي، ولكن كيقول لك واحد المثل، قال لك اللي ما عنده لا الله عنده سيدو. كنطلب منك يا صديقي الحبيب، يلي عملتي لي صابوني في القناة السابقة، أنا القناة السابقة نحط لك الرابط في الوصف، نحط لك الرابط في الوصف، وزول هذاك لي صابوني. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. أنا عاود تحياتي لخي مراد، مراد وناس الجالية. شكرا شكرا خويا مراد الحبيب، الله يكبر بك. أنا عاود القناة ديالي الثانية، قدر الله وما شاء فعلت، لا نقول، ولكن القضية سهلة يا أصدقائي الكرام. يا اللي تفاعلتوا معايا في القناة ديالي الثانية، الله يجزيكم بخير. هنحط لكم الوصف، هنحط لكم اللين القناة السابقة اللي تفاعلتوا معايا وعملتوا لي زابوني، هنحطها لكم في الوصف. اللي عمل لي زابوني في ديك القناة يزولها. وانا عملت قناة واحدة أخرى جديدة أو ثانية، واش هاد اللي طلعوا هاد؟ ما عرفناش هاد الناس مالهم معانا خويا، واش فهمتوني؟ هنعاود حتى تفهموني مزيان. عشان كنقول لكم يا اخواني، راه هاد القناة راه كيتحاربوا معايا شي ناس عليها، ما عرفتش هاد الناس مالهم والله العظيم. ولكن يكفينا فيهم قول حسبنا الله ونعم الوكيل. هنعاود عندي القناة ديالي الثانية اللي كنتوا تفاعلتوا معايا فيها، طلبتكم وقلت لكم اخوتي يعني بغيت نديك القناة ديالي الثانية، حتى لا قدر الله وقع شي حاجة. حنا عملنا القناة وتفاعلوا معنا الأصدقاء، ولو ما كنشرش فيها الفيديوهات بزاف ياك. هادي كنحط لكم الرابط ديالها في الوصف، واخا ملي نحط لك انا الرابط ديالها في الوصف، كتدخل يا اخي وتزول هذاك اللي صابوني، الله يرحم الوالدين، وهتعملوا لي ابوني في القناة الجديدة يعني الثالثة، القناة الثالثة هنحطها لكم في اول تعليق. هادي كتعملوا لي فيها لي زابوني، وشكرا لكل الاصدقاء اللي كيحسنوا فينا الظن. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين اللي عطا الله والد. هنعاود حتى تفهموني مزيان. احنا هنا القناة اللي كنتوا تفاعلتوا معايا فيها، جزاكم الله عنا كل خير، بغيتكم تزودوا دوك التفاعل ديالكم وتفعلوه في القناة هذه الثانية، الرابط ديالها في اول تعليق. وشكرا لكم، وجزاكم الله عنا خيرا، وجزاكم الله عنا خيرا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كيقول من لم يشكر الناس لا يشكر الله. خصنا نشكر هاد المحسنين اللي كيتساعدوا معانا، واصدقاء ديالنا اللي كيحبونا في الله، الله يرحم الوالدين. شكرا لكم، ولو يعني بعض الاصدقاء يعني كنسى السميه ديالهم اللي طلعوا واد. والله يا اخواني ملي كنفتح اللايف فايده حدايا كانت فلاشه، الله يلا. شكرا لكم، شكرا لكم جميعا، شكرا لكم جميعا، تبارك الله عليكم. دابا ان شاء الله يعني بالمناسبه عندنا هذه القناه الجديده، ندقوا لها واحد المسمار. حس يا اخي الكريم، اما كاين لا رقيه شرعيه ولا رقيه سماويه. الرقيه الشرعيه هي اعملها راسك، حتى حنا دابا نعملوا رقيه شرعيه لهذه القناه، هذه القناه نعملوا لها رقيه شرعيه ان شاء الله. حس يا الفاتحه، سوره الفاتحه، حافظ سوره الفاتحه، شبر واحد الكويز الماء ولا واحد القريعه الماء، ونفس واحد النفتاس ثلاث نفتاس، اقرا الفاتحه وهاديك راه رقيه. خاصك تمشيو يضحكوا عليك، تمشيو يضحكوا عليك، قال لك كل حصه ب 1000 درهم. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، والله يا صاحبي انت كامبو والله العظيم. بعض الاصدقاء مسكن راه احوال يا اخي والله العظيم، منهم صاحبي خالد ديال طنجه، حي طنجه الباليه، صاحبي طنجاوي خالد، الله يعطيه الخير، تهلا فيا والله يرحم الوالدين اخي خالد. هذا واحد الصديق ديالي مسكين في طنجة، يعني الأخت ديالو كانت اتصلت بواحد الراقي، يعني أنا عندي أصدقاء ديالي كيعملوا رقية شرعية، أنا ما كنجمعش كلشي، واش كتفهموني ولا؟ ولكن الأغلبية فهمتي ولا؟ ها سبحان ربك رب العزة عما يصفون، كاين أخشي الله يعفو عليكم، النصب والاحتيال. أقسم بالله يا إخواني، واحد الغزال، واحد المنور، الله
تقدر تخرج لي نقول تستحي منه الملائكة. لا إله إلا الله، هذه كانت في حق سيدنا عثمان رضي الله عنه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصديق ديالي السيد خالد الغزال يعني مسكين، وقال له واحد المشكل، ما واحد السيد الله يغفر لنا وله يعني، الأخت ديال خالد مسكينة يعني تعرفت على دراقي، قالت له أنا هادي شنو كنحس، ووقع عليها طنطن. حتى مشات لعندو وحكات له، قال لها اه كيجيك هنايا، اه هنايا، اه هادي، اه قال انت مسكونه هنايا، اه هادي. قال لها واذا خصك تعطيني 5000 درهم، 500 الف فرنك، ونبقى نجي عندك سرطانجة وندير لك الحصص. ودا 5000 درهم، لا هادي لا هادي، والله يا صاحبي حشومه عيب، وادي رقيه الشرعيه ب 5000 درهم. واه عباد الله افيقوا شويه، واش اللي جاي يضحك عليكم من المغاربه؟ واه المغاربه واللي جاي يضحك عليكم كنا 500 فرنك. لا صاحبي، المؤمن كيكون ذكي، المؤمن كيكون مطور، ما كدارش به. ودابا ان شاء الله حنا نعملوا الرقيه لهاد القناه، الله عسى يبعدوا منا، هنعملوا الرقيه للقناه الاولى والقناه الثانيه، الله عسى يعطيونا شبر اتساعد الناس، الله يعفو علينا وعليكم. الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا الله إخواني الكرام، أحييكم بهذه التحية الطيبة ودامت أوقاتكم بكل خير، وشكرا لكم، شكرا لكم وجزاكم الله عنكم خير الجزاء يا أهل الجود والكرم. أخيرا نعاود، يا أخي الحبيب يلي عامل لي ابوني في القناه السابقه، قناه يعني فيها تيفي النحيلي، بدلوا لها السميه، اسمع القناه عندي فيها تيفي النحيلي بالفرنسيه تيفي النحيلي، هذيك حيد لي زابوني منها يا اخي، ما تخليش فيها ابوني، الله يجازيك بخير، كنتمنى ترجع زيرو ابوني والله. تيفي النحيلي زول لي زابوني. وتهود الاول تعليق،
غتلقى فيه القناة ديالنا الثانية، وعملنا لي زابوني وعملنا الجرس، وشكرا لكم والله جعلنا لحسن الظن ديالكم. يلا مع السلامة أصدقائي الكرام، تبارك الله عليكم، شكرا.